لا قد اكتشفنا عند تدقيقنا لوضعية توزيع القضاة على التراب الوطني وجود حالات منافية للمنطق السليم، مخالفة للعقل والمعقول، مناقضة لما ينتظر المواطن من قاض لا تعتريه شبهة ولا تقربه خطيئة. إنها ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحياناً إلى ربع قرن من الزمن، وفي بعض الحالات يشمل ذلك الأزواج القضاة بما يحمل ذلك من استهتار بواجبة التحفظ والابتعاد عن الشبهات. وتجدون في المقترحات ما يضع حد نهائيا لهذه الوضعيات والتي بلغ عددها بمختلف مددها 2456 حالة. وإني متيقن بأن ذلك سيعمل على استرجاع مصداقية العدالة في الجهات القضائية المعنية بذلك، ويضع حدا لوابل الانتقادات التي كانت تعصف بها منذ مدة طويلة إلى يومنا هذا. القضاة الذين كانوا يمجدون بوتفليقة ويمجدونه رئيسا للقضاء، رغم أنه وحاشيته كانوا يغرقون في الفساد حتى أخمص أرجلهم. طبعا القضاة كانوا يعلمون بحجم الفساد المستشري في البلاد وفي جميع مؤسسات الدولة دون استثناء. القضاة الذين أصبحوا اليوم يهددون بالإضراب بعد أن أقام عليهم بالقسم زغمات الحد وهدم آخر معاقلهم. فالقضاة الذين يتواجد أغلبهم في نفس المنطقة التي عينوا فيها منذ عشرات السنين، ومنهم من هو في منصبه منذ العشرية السوداء حينما كانت العدالة بالهاتف وإصدار الأحكام على الناس بمجرد اتصال بالقاضي دون أن يراه قط. حينها كان على أفواه القضاة الحناء مثل ما يقول المثل الشعبي. أين كان القضاة عندما سرق الوطن والمواطن أمام أعينهم وهم في الفئة المثقفة ويمثلون أقوى جهاز في الجزائر وهو جهاز العدالة؟ فلماذا يهددون بالإضراب وهم من سجنوا العصابة؟ فأمرهم غريب وخطير. وهل سيقف الزواف مع القضاة الذين سجنوا أحرارهم؟ سؤال ينتظر الجواب. المفيد أن زغماتي سيخرج قضاة العصابة من جحورهم وأن يهدم آخر معاقلهم، وإن أقاموا الدنيا فزغماتي قبل أن يكون وزيرا كان قاضيا ويغدو عرفهم ويعرف أفكارهم جيدا. سبب إضراب القضاة وخروج المحامين قبلها للتظاهر هو أن المنجل القضائي قاسلهم الجيب ونحالهم وبعدلهم اللي كانوا يخدموا معاهم لزفير. فالحقيقة بالمطلق لكي تفهموا لماذا الإضرابات، فبمجرد إعلان وزير العدل حافظ الأختام بالقاسم زغماتي فضيحة مدوية بالقطاع، وذلك بعد أن كشف عن بقاء عدد من القضاة في نفس الجهة القضائية لمدة تصل ربع قرن، حيث أوضح بالقاسم زغماتي: لقد اكتشفنا عند تدقيقنا لوضعية توزيع القضاة عبر التراب الوطني وجود حالات منافية للمنطق السليم، مخالفة للعقل والمعقول، مناقضة لما ينتظره المواطن من قاضي لا تعتريه شبهة ولا تقربه خطيئة. وأضاف وزير العدل: إنها ظاهرة البقاء في نفس الجهة القضائية لمدة تصل أحيانا إلى ربع قرن من الزمن، وفي بعض الحالات يشمل ذلك الأزواج القضاة، بما يحمل ذلك من استهتار بواجبات التحفظ والابتعاد عن الشبهات. فبمجرد قول الحق والحقيقة بدأ القضاة يخططون للإضراب والتمرد، ومحاولة منهم الضغط على زغماتي ليترك الرداء والرشوة والمال الفاسد وعدالة التليفون في مكانها. سنوات طويلة وهم يتنعمون في زمن حكم العصابة ويوافقون ويصادقون على كل قرارات العصابة، وعند سقوط العصابة قرر القضاة خرق القانون. القانون يمنع إضراب القضاة والقيام بإضراب،
والسبب ليس إضرابا لصالح الوطن أو الشعب، بل إضراب لمصالحهم الشخصية، إضراب بسبب حركة التحويلات التي مستهم، إضراب عن القسم الذي أدوه عندما تخرجوا وأقسموا على احترام القانون والعمل في كل القطر الوطنية. لكن ما نجده اليوم هو العكس، والحقيقة تنكشف. الجميل في هذه الأزمة أنها عارت وكشفت الكثير من الخبايا والخفايا التي كان يجهلها الشعب. أزمة كشفت الداء الحقيقي للجزائر، فما أجملها من أزمة وما أجملها من أيام، لأن معرفة الداء يجعلنا نجد الدواء المناسب. يقول بعض الجزائريين ويتساءلون: لماذا تحرك بالقاسم زغماتي وزير العدل في هذا الوقت بالذات؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال، اسأل نفسك أيها الجزائري، ماذا لو قرر القضاة الإضراب مثلا قبل يومين من الانتخابات، وقرروا حينها التصعيد وعدم المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية؟ أليس من الذكاء والحكمة كشف معدن الكثير من القضاة قبل ساعة الحسم والمتمثلة في الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 12 ديسمبر؟ الشرفاء وأصحاب المنجل أيها الجزائريين يدركون جيدا المخطط الخبيث لفلول العصابة المتجذرين في كل مؤسسات الدولة. لهذا كشف الألغام مبكرا وإظهارها للعلن سيسمح لك بتفجيرها دون خسائر تذكر أيها الجزائري. فتفكير القادة ليس كتفكير العامة، إذا كان للكلاب حكم فللذئاب قواعد، والقادم أجمل. بعدما قاهرهم الفريق أحمد قايد صالح تحولوا إلى الوزير زغماتي، فقد دخلنا في مرحلة الحسم النهائية، والجزائر في مرحلة تطهير شاملة، وسيتم اجتثاث كل الألغام المزروعة في جميع القطاعات، وكل من تآمر وتخاذل ضد الوطن وباع ضميره سيدفع الثمن غاليا، ولن يسلموا من العدالة النوفمبرية مهما تآمروا. فهم أمام خيارين لا ثالث لهما: مطرقة الجيش وسندان العدالة. ماذا قدم القضاة للجزائر طيلة 20 سنة؟ القضاء الفرنسي فجر قضية الخليفة، والقضاء الإيطالي فجر قضية شكيب خليل، والقضاء الإسباني فجر قضية البوشي أو 701 كيلوغرام كوكايين. فالسؤال المطروح هنا: ماذا كان يفعل القضاء الجزائري لمحاربة الفساد طيلة 20 سنة؟ وهل توجد قضية فساد واحدة بحوزته؟ الوزير زغماتي عاش وقاوم وحيدا، لأن الله أراد له عن طريق الشعب باسم الحراك أن يعود بقوة الشعب، وهو اليوم يقوم بتنظيف بيت العدالة. لكن هؤلاء الذين اعتادوا أكل مال الحرام وسجن الفقراء وتعذيب الناس من أجل مصلحتهم، اليوم انكشف أمرهم. الغريب في الأمر نقابة القضاة التي كانت في عهد العصابة يسيرها العيدوني، لا أحد يجرؤ على التكلم معه، كل شيء يفعله لوحده. ونقابة اليوم غريبة الأطوار والأفعال، سلم لها كل المعطيات قبل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء فيما يخص حركة القضاة، واليوم بكل وقاحة تعلن وتبصم على توقف العمل احتجاجا على تطبيق القانون. والسؤال المطروح هنا والموجه لرئيس النقابة: ألا تعرف أن إضراب القضاة ممنوع، وأي تجمع أو أي احتجاج ممنوع؟ فعلى وزير العدل بالقاسم زغماتي القيام بإجراءات صارمة ضد هؤلاء، كتحويلهم إلى أقصى الجنوب وتوقيف آخرين واستبدالهم. ما هو متعارف عليها أن القاضي لا يمكن أن يمارس مهنته أكثر من 5 سنوات في مكان واحد، وأغلبية الذين خلدوا في مكان عملهم يعرفهم العام والخاص. ومن المقاربات أن المحتجين أغلبهم من العصابة، مثلهم مثل المحامين. نقول للقضاة: ستبكون يوما كالنساء على رجل مثل زغماتي إن لم تحافظ عليه وتسهل مهامه
سيأتيكم ابن الحرام ويبكيكم. تحيا الجزائر. حذاري أيها الشعب الجزائري، الدولة العميقة توظف آخر أوراقها. القضاة من بقايا الدولة العميقة، إلا القليل منهم الذين ينادون باستقلالية العدالة والقضاء، يريدون اليوم استشارتهم في التغييرات الأخيرة التي أطلقها وزير العدل بعد منجلتهم والتي فضحت نواياهم. فهدفهم الأول تم كشفه، والثاني محاولة منهم لإطلاق سراح عرابيهم وأسيادهم من العصابة وأذنابها بالسجون على حساب مصلحة الجزائر وشعبها. فهؤلاء يتعدون على القانون، يريدون جرنا إلى بر الخراب والفوضى، ولهذا سيتكفل بهم القانون كما يجب الحسم. المحامون والقضاة يقررون مقاطعة العمل القضائي، بانوا على حقيقتهم كما قلنا في وقت سابق. القضاء واجبه الآن محاسبة العصابة، ولكن للأسف هم يضربون عن العمل بغية التهرب من محاكمة العصابة. أيها الجزائري، كل ما يجري من أحداث مع القضاة والمحامين هو بأمر من تلك الأطراف المعروفة وجماعة الدولة العميقة المتبقية لطعن الشعب في الظهر. فقد حان الوقت من أجل تحرير القضاء من العصابة بالضغط على القضاة بمحاكمة العصابة، فالجزائر في خطر.